ريتشس، مدام تحبين السوالف التصميم الازياء وكذي، في مصمم ازياء عالمي اسمه حتى خطير، اسمه له طنه ورنه، عبد الله بوهاجوس. عبد الله بوهاجوس؟ اسم له وزنه في البلاد يا جماعه، ما تعرفونه. هذا ما شاء الله عليه راح عند الفنانه شذى حسون، سوالها لبس ولوك عالمي مش طبيعي. صدق؟ انا انصح تروحين عنده. خلينا نروح. خلينا نروح نشوفه الحين عشان عقب التعلمين اسلوب اللبس والفن والابداع. تفضل خلينا نشوف. خلينا نشوف. مصممنا العالمي بوهاجوس قرر انه يعرض اخر تصاميمه للفنانه شذى حسون. انا جاي من ابو ظبي عشان جد يعني اكون معك واقعي، انا جاي عشان ابيع لك الفستان. اكيد اكيد، وريني شنو عندك. يجنن. ايه من الحرير، في الاسوار فيسكي الاصلي، في احجار كريمه. قد ايش سعره؟ سوري، سعر الفستان قد ايش؟ سعر الفستان 120,000. درهم. شذى حسون سمعت قيمة الفستان من المصمم 120,000، هربت من المكان. برج الحوت يهرب. بالتعاون مع هويدة بريدي أقنعتها ورجعت علشان نكمل الديل معاها. شوفوا شو صار. راحت سوي تصليلة. لك شو صار لي؟ حبيبتي بليز بليز رجعي، بس خذ دائما تحلجيني. بس 5 دقايق. يلا جاي يلا 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 باي. شو رايك نخلص ديل؟ انا قلت لك خلينا نسويه على شو اسمه، على شو؟ اللون الثاني. شو اللون بعاجبك؟ قولي لي شو اللون بعاجبك. شوف هو كله حلو، هي. بس عندك هذول، ها هل شراج شو اسمه هذا؟ ايه طرابلش. وهذا هيدا، وعندك هالورود اللي اللي فوق. لا 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 لا، بالورود هم اللي بيطلعونك، هم اللي بيكشفونك. الورود هي، الورود هي اللي بتكشف انت، انا اللي بطلعك. انا 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 اعرف. لحظه جيبي لي مقص لو سمحتي. بس انت حتقصه هلا؟ ايوه. شو بدك تقول؟ بس مش هيك بتنقص، مش هيك. لا لا لا، هذا كبدايه، بعدين في الخياط بنعدل. شو رايك؟ بس مش هيك، مش هيك. شوف مش هيك، انا بدي اصل كل ستايل كله. يعني ما بحس حي البقل. شوفي انا حين قصيته وانت تدفعي وبعد لك، ادفعي المبلغ اللي عليك وبعد لك. مو حلو الفستان، الفستان مو بحلو. انت بتفهم عربي؟ نعم. باي لغه اقول لك اياها؟ مو حلو الفستان. بتلبسينه وبتلبسينه مش على كيفك. ثاني شيء يعني. ثاني شيء بتلبسينه ان شاء الله في رمضان في برنامج الكاميرا الخفيه. رمضان يانا على تلفزيون ابو ظبي الامارات. انا يانا هي انا يانا ورمضان اهي انا. طبعا كانت اول مره، هذه اول مره تصير بيها كاميرا خفية. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، لكل البلاد العربية ولكل أهل الخليج يا رب، الصحة والعافية والسلام. طبعا برنامج حلو رمضان يانا على قناة أبو ظبي الإمارات، إن شاء الله تنبسطوا فيه. شذى حسون.